سيدي، إن كنت تسمح لي، ابنتي هذه القلادة قد أهداها لي جد أرطغرل كايا ألب، وكانت السيدة بورولا معه أيضا. وأنا الآن أريد أن أهديها لعروس ولدي. إنها غالية أمي. وأنت كذلك أيضا، فبعد الآن أنت ابنتي. أنت تعلمين ما معنى أن تكوني عروسا في هذه القبيلة. وأرطغرل أيضا رغم علمه بصعوبة الزواج منك فقد أحضرك إلينا. المشاكل لا تنتهي في قبيلتنا، والآن تنتظرهم مشاكل السلاجقة. ليكن، ونحن نعلم جيدا أننا أسأنا لك، ولكن أريد منك شيئا، أن تكوني قوية. ياجيت عاجلا أم آجلا سيعود. وأنا سأحمل هذه القلادة وأسير مع قبيلة الكاي بشرف وافتخار يا أم هيما. ستعطين القلادة لأبنائك وستربين سادة أشراف لقبيلتنا إن شاء الله. إن أصبح لديكم أولاد، سموا واحداً باسم من أنقذني في حربنا مع المغول، والذي استشهد أمامي، غوندوز ألب. أما الثاني فسموه على اسم جدك الشهيد عثمان. أريدهم أن يعيشوا ببركة أسماء أجدادهم المحاربين الأبطال. إن رزقنا بأولاد إن شاء الله، ستكون هذه الأسماء راية شرف على صدورهم وبركة لهم. أسعدكم الله بني. آمين. تعالي يا ابنتي، سوف أريك شيئا. ساريكاي، كان فرصتنا الأخيرة لإيجاد الخائن. سيظهر عاجلا أم آجلا يا أبي، ولكن يجب أن أجد طريقة لإحضار ياجيت أولاً.